استضافت كلية لندن للاقتصاد بالعاصمة البريطانية وفدا من مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجمعية هذه هي البحرين لعرض تجربة المملكة المميزة ومبادراتها الرائدة في مجال التسامح والتعايش والتعدد الديني والمذهبي، بحضور معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة وعدد من الأكاديميين والباحثين والطلبة وممثلي الديانات في المملكة المتحدة. وقد شارك في الندوة سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، والسيدة بيتسي ماثيسون النائب الثاني لرئيس مجلس أمناء المركز رئيسة جمعية هذه هي البحرين، إضافة إلى البروفيسور أليساندرو ساجيورو أستاذ كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي. بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للتسامح في 16 من شهر نوفمبر من كل عام، كان لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجمعية هذه هي البحرين حضور بارز في العاصمة البريطانية لندن. مؤتمر باريس للسلام الأسبوع الماضي نص على أن يكون الجامعات دور في تعزيز التسامح الديني والتعايش السلمي، وأتت هذه السياسة كسياسة أكاديمية من قبل هذه الجامعات تتبناها. فرؤى جلالة الملك في الحقيقة سبقت هذه التوصيات التي أتت من المؤتمر من خلال برامجها ومشاريعها بكرسي الملك حمد الذي بدأناه طبعا ببعض سنوات، والآن أصبح واقع وأصبح هناك عدد من الطلبة يدرسوا من ضمن هذا البرنامج. وناقش الحضور في الندوة التي استضافتها كلية لندن للاقتصاد مبادرات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجمعية هذه هي البحرين في مجال التسامح وترسيخ مفاهيم السلام والتعايش وقبول الآخر. سعدنا بأننا تمكنا اليوم من التعريف بما حققه جلالة الملك المفدى من إنجاز في تعزيز التسامح والتعايش في مملكة البحرين مع العديد من الجمعيات الدينية المختلفة والطلبة والأساتذة في الجامعة. وكان مميزا جدا مدى الاهتمام الذي انصب على إعلان مملكة البحرين وما جاء من كلمات نيرة لجلالة الملك المفدى لاحتواء الجميع من مختلف الديانات والخلفيات الثقافية، ولا يمكن إغفال كيف تؤثر هذه الكلمات في محاربة التطرف والإرهاب وبعض الأفكار الراديكالية لبعض الشباب. كما كان لكرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي نصيب كبير من الإشادة والنقاش. إنه لشرف عظيم أن أتواجد هنا في قلب ديمقراطيات العالم للحديث حول كرسي جلالة الملك المفدى، ونحن نطلق هذا البرنامج في جامعة سابينزا في روما، ومن المهم أن نستعرض ذلك في جامعات أخرى في القارة الأوروبية، ونود مواصلة العمل لنشر المعرفة والتفاهم حول الأديان ورؤى جلالة الملك المفدى. وقد ثمن الحضور دور جلالة الملك المفدى في تعزيز الحرية والتسامح والتعايش بين الأديان في مملكة البحرين ومبادراته العالمية الرائدة. لقد تمت دعوتنا لزيارة مملكة البحرين لتقديم برنامج تدريب القيادة للشباب، وقد أعربت عن مدى حبي للبحرين ومدى حب الشعب البحريني لبلدهم، وكذلك حسن استقبالهم لنا كان هائلا، بالإضافة إلى تنوع الثقافات هناك، حيث كان بإمكاننا نحن البريطانيون أن نتعلم منه خصوصا ما يتعلق بالديانات، حيث أن هذا التنوع هو جزء طبيعي في حياتكم. سمعت الكثير عن الجالية اليهودية في البحرين، ما جعلني في غاية السعادة، والفعالية كانت لافتة مليئة بالمعلومات، وكنت على اطلاع بإعلان البحرين مسبقا حيث حضرت فعالية أقيمت في مايو الماضي، وعندما قرأت الإعلان سابقا واليوم كذلك تقع علي الشعور بأن كلمات الإعلان هي ما نحتاجه في وقتنا الحاضر. كما وأشاد الأكاديميون وممثلو الديانات في المملكة المتحدة بما تتمتع به البحرين من سلام وتآخ بين مختلف مكونات المجتمع.
أعتقد أنه من الرائع التعرف على إعلان البحرين وقيادة البلاد الحكيمة، خصوصا عندما نرى ما يجري في المنطقة، خاصة التصرفات الإيرانية المزعزعة للاستقرار، بالإضافة إلى انتهاكاتهم لحقوق الإنسان هناك وإعداماتهم للأقليات ومنها البهائيون الذين أنتمي إليهم. إشادات كبيرة بتجربة مملكة البحرين الرائدة في مجال التسامح والتعايش السلمي، تعكس عقلية فذة ورؤية حكيمة لجلالة الملك المفدى رعاه الله. الجهل عدو السلام، والإيمان يعبد طريق الخير والاستقرار والتسامح بين الجميع. كلمات عميقة خطها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يده الله، فشكلت المبادئ الأساسية لمبادرات عديدة، على رأسها كرسي الملك حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي، ووثيقة إعلان مملكة البحرين، وغيرها من مبادرات يعمل على تنفيذها مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. فعلا يحق لشعب البحرين أن يفتخر بتجربته الرائدة والتاريخية في مجال التسامح وقبول الآخر في مملكة البحرين. عبد الرحمن المدفع لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين من العاصمة البريطانية لندن.